البعد اللي حابين معناها ناكدوا عليه واللي ضحاوا منه معناها عديد من رجالات النادي الافريقي هو ما كانش متساهل لانه كنا وقت الاستعمار وباش تدافع على الهويه الوطنيه وتلبى تحط معناها النجمه والهلال. النادي الافريقي شمعية الشعبي في البلاد روبير في الكورة والتاريخ قلب العاصمة والله ما انا ناسي باب جديد والقصبة وما فاتت 90 دقيقة وخيان كيف الدار تلقى شكون كلوبيست وشكون مكاشخ في دار واحدة مثلا عائلات معناتها الحمد لله مثلا الحوم الكل هذه بون هي مناج باب الخضر معروف بالمكشخين معناتها كلها باب السيقة باب الخضرة والدريب كلها باب معروفة بجماعة المكشخة مي فما جماعة كلوبيستية مي أصحابنا شو نقول لك ما نكذبش عليك أنا أصحابي كلهم كلوبيستية أما أنا غالب نحب جمعيتي من اللي أنا صغير معناتها حلت عينيا في المكشخة نحب المكشخة الربط باب السويقة باب جديد والحلفاوين حومة ولا حومتين كلوبيستية ومكشخين حكاية جيران متعايشين ليهم سنين وسنين هيت نشوفوا مرشي الحلفاوين كيفاش ناسوا باهين وبنسمة فرحانين كيفاش الحلفاوين كيفاش الحلفاوين فرحان في نادي الافريق فرحان نادي الافريق زواتي اليوم يوم نهاية زواتي والله زواتي اليوم كيفاش الحلفاوين مش عادوهم اليوم زادة كذا كما كنا ريتهم عمد الزيبي حوت الغلبي يا بابا يس كيف السير وين 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 عند الحاري قرب الحاري قرب اليوم اربع 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 لا موما هكا راهم هكا الفريقي مع لبلاش رابحة قدرة ربي مربوحة 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 يا زيادة زيادة قدرة والعاصمة حكمناها تعيش وعابد عنا من تونس العاصمة تبدأ الحكاية وين تحل باب جديد وجاب معه جديد في عهد الاستعمار اللي انحاز للأندية الفرنسوية والأوروبية وذات الطابع اليهودي ورفض بعض أي جمعية رياضية تونسية إسلامية برئاسة تونسي مسلم وجات البشارة على يدين رجال كيما البشير بن مصطفى والمرحوم جمال بوسنينة وصالح السوداني وغيرهم اللي قالوا لا اللمة متاع هالأبطال صارت في قهوة الحاج عمار في باب جديد وقتها عملوا جلسة عامة وقرروا تكوين النادي الافريقي بزي فيه خطوط حمراء على الجناب الابيض في الوسط وفوق بلاصة القلب النجمة والهلال المطلب ترفض من الجامعة الفرنساوية على خاطر الزي يحمل الوان العلم الوطني وخافوا من البعد السياسي والاجتماعي اللي ترميله هالجمعية الرجال شد تصحيح وفي الاخر صارت الموافقة وشاف النادي الافريقي النور عام 1920 واشتروا القضية والله ما نمبلين نكروا في تونس طحانات المحتلين اصلي ما يخليني نرضى ونعيش الليل يهودي يحكمني والله محال نسير تعدينا لحدود سالتنا فلسطين تعقل كيش كرة عرفت 91 هاي هاي قربها في الكورة هي